أهلا ومرحبا بيكم، معاكم شيف أنهار من موقع سوبر ماما. الحلقة بتاعت النهاردة هنكلمكم عن تفريز الخضروات. دلوقتي ورق العنب طلع، فأجيب ورق العنب في وقته ورخيص، ما استناش لما سعره 20 جنيه وقال بقى خلاص ده هيخلص أجيبه. لا، طب ما بيبقى وحش، طب ما دلوقتي ب10 جنيه ورخيص، طب ما أنا أبتدي أخلي حبة رمضان وحبة أفرزنهم. ناس بيقولوا بيشيلوهم كده في الفريزر، في الفريزر هياخد حيز كبير. الطريقه اللي انا هعلمها لكم طريقه سهله جدا، بتجيبي ورق العنب بتشطفيه بس وتشيلي العنق بتاعه، لو مش عايزه تشيلي العنق بتاعه خليه، واعلمك ازاي تلفيه وازاي تجيبي بطرمان ازاز وتوقفيه جنب بعض جنب بعضه وتغلي ميه، وبعد ما تغلي الميه تروح دلقاه عليه وتغطيه مباشره وتسيبيه في التلاجة يقعد من سنه للسنه، وما تحتاجيش ان انت تخزنيه في الفريزر. بالنسبه للطماطم، احنا عندنا طبعا بنستعمل الطماطم يوميا في الاكل بتاعنا، فانا اجيب الطماطم من دلوقتي حوالي 5 كيلو، لو استنيت لرمضان سعرها يوصل 6-7 جنيه، دلوقتي ب2 جنيه. اجيب الطماطم لو مش حمرا قوي اسيبها بره كذا يوم لغايه ما تحمر، واغسلها واشيل العنق منها واقطعها نصين، واجيب حله كبيره احط فيها كل كميه الطماطم، ما احطش فيها ميه، هي تنزل لي ميه بس انا خايفه لما تكونش فيها ميه بحط كوبايه ميه بس، واسيبها بقى على نار هاديه بتقعد نص ساعه ساعه الا ربع لتلاقيها بقت مركزه. اخدها لو عندي خلاط اضرب الطماطم في الخلاط، وبعد كده تكون طبعا تبرد، ولما تبرد احطها في اكياس واحط عليها التاريخ، وطبعا اخزنها في الفريزر اللي جوه. بالنسبه للكوسه مش بتتخزن، حد يقول اجيب الكوسه واقطعها واعملها، لا، لان فيها ميه بتاع 70% ما بتتخزنش. عندي فلفل احمر اخضر اصفر ما ينفعش اخزنه، يعني هاتي جربي قرني فلفل احمر او اخضر وقطعيه حلقات وحطيه، طالع هتطلعي تاني يوم هيبقى ميه، يعني لا الكوسه ولا الفلفل الالوان بيتحط في الفريزر. البطاطس لا، البطاطس هاتي سواد، لو انا ممكن بس في حاله واحده افرزنها، الا ان انا لو اولادي بيحبوا فرنش فرايز بجيب البطاطس اغسلها، بس افيد حاجه خلي القشره ما تتخلصش من القشره، وبعدين اشطفها واقطعها صوابع زي ما انا عايزه، وبعد كده اجيب بزيت وبعدين احطها نص تحمير، ولما تبرد احطها في كيس واحطها تبقى محمره زي اللي بتجيبيها نص تحمير نص مقليه بس، وانت بتجيبيها بعد كده وتحمريها تاخد 3 دقائق. وبكده حلقتنا خلصت، وكلمتكم كل حاجه عن تفريز الخضروات، وفي حلقتنا جايه هنكلمكم عن تفريز الفاكهه. واستنونا، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.